فوقفت جزاه الله عنا خير وقالت في وجهي من إخوان المقتول وجورتك، لكن ننتظر حكم الله عند هذه الدولة العادلة. أما الجيرة فجورتك تقديرا للجيرة، تقديرا لعشرة أكثر من 80 عام بيننا وبين الجيران. فكما قال الجار جار ولو جار مهما كان، الجار جار ومهما كان، وهو يمثل نفسه وجورته ورضينا بما فعلت. وقد ذكر الموضوع اسمه الأمير في السلم المجتمعي بكل أطرافه وحيثياته، ونسأل الله يجعل عمل خالص لوجهه الكريم لا رياء ولا سمعة. وجيراننا الآن لا يعلمون ماذا نقول. نعم الجيران أهل الجاني، نعم الجيران ونعم الجيرة ونعم الرفقة، ولكن هذا ابتلاء لنا ولهم. وكما قال أخي محمد في المسلم المجتمع: وإذا قلتم فاعدلوا. لكن هذا ابتلاء لنا ولهم، لي كما قيل تتمحص ما تعلمناه من أمور ديننا. أن أصبر أم لا نصبر؟ وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ فصبرنا لأمر الله عز وجل، ليعلم أن ورانا